عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا فيديو جديد نتاع قفطنات. وغيكون هاد القفطنات اللي رويمين خفافين بمناسبه عيد الاضحى. ان شاء الله يدخل عليكم هاد العيد بصحه والسلامه وطول العمر وكل ما كتمنوه يا ربي، والنجاح لوليداتكم وفي مستقبلكم في حياتكم، واي واحد بغى شي حاجه الله يحققها لي. دونك ما غنطولش عليكم بزاف، غادي نمشيو لهاد التشكيله نتاع القفطنات حيت كاين موديلات بزاف لوينات بزاف نشاركهم معكم، وغادي يكونوا قفطنات ان شاء الله في المستوى وثمنهم جد مناسب. كما عودتكم كنقبلوا مره كنطلعوا شويه مره كنهبطوا ويا غاده. هاد القفطنات غادي اللي غتشوفوا معايا هاد النهاريات غيكونوا 350 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار كلهم. دونك مرحبا بكم، الف مرحبا. الى عجبتكم شي حاجه ما تردوش انكم تسكرينوها وتصيفطوها لنا في الواتساب مرحبا. وبطبيعه الحال عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الناس العزاز عليكم وصحابكم، وخليو لنا داك القليب لانه كيشجع، ولي لايك باش يطلع الفيديو حتى الناس اخرين. وهذا الشيء اللي كاين. فغنمشيو لاول قطن كما كتشوفوا معايا، هذا في بلوغوا فريمون كيحمق. شوفوا معايا بهاد الكميات اللي جايين مخزنيين عراضين، هاد الخدمه اللي جايه في فنا بوان دو كخوا طوق غزال كما كتشوفوا كيحمق. والناس اللي كتقول لي على البلاكيور، شوف رحيمه والله لا هي الوقت، الا عجبتكم شي حاجه ولا لا بغيتوا شي حاجه البلاكيور هي اتصلوا بكوثر قولوها لها تصوركم اللي بغيتوا. عند ناس نسلات بحال هادشي اللي دايره انا في عمقي، هذا وحده بوحديتها كورميت، راني محطاره عندكم هاد النهاريات. وهذه كورميت وكما كتشوفوا معايا هادشي كله راه عندنا، ودخلت السلعه اللي غزاله بزاف. وهذا راه التشمر دايره انا كما كتعرفوا، كنقولوا زين العويدي واللي وليد، ولكن فريمون ها نتوما شوف حتى بلاش راه كيحمق. اي انا عجبني قلت هاد النهاريات بصح القفات من بعد التشمرات حيت ما كيتلبسوش بزاف الصراحه، وبغيت انني نعطي واحد الاضافه زوينه لهاد القفطنات. فخليكم معايا نمشي لوينات اخرين، نتمنى هاد الكوليكسيون تعجبكم. معايا هاد اللون رائع رائع كيحمق، انا تشهيتو الصراحه لشي عروسه لشي نفيسه شي فرحانه براسها تفرح بهاد الالوان الصراحه، كيعطي واحد الفرحه واحد الطاقه ايجابيه بزاف بزاف. الله يخليكم ديما فرحانات. غنقرب باش تشوفوا معايا هاد الالوان اللي داخله فيها لوينات اللي صيفيين، وجايب السقلي. شوفي زومي شويه باش تبان الخدمه، جايب السقلي ولوينات اللي كتحمق التوب نتاع الكخيب. وكما قلت لكم شوفوا معايا الفصاله اللي جايه بلديه مخزنيه، شوفوا معايا حتى في زعما في المشيه ديالهم غزالين كيهبلوا في اللبسه ديالهم. وكنذكر ان الثمن هو 350 درهم في الوينات، حيت الوينات عرفتي اللون اللي هزيتو كيحمقني، ونتمنى انهم يعجبوكم حتى انتم. كاسي اللي ماشي نقول عندهم محبين، كلشي تيحماق عليه كلشي كيبغي وكيجي في جميع المناسبات كما كتشوفوا معايا داخل بالسقلي وبهاد الوينات، واحد الفيغ او واحد الفيشيا واحد الوينات اللي كيحمقوا جايين فريمون متواتين بواحد الطريقه وبواحد الشكل اللي زوين. باش نذكر هذا راه ماشي مع حساب القفطان، هذا راه بوحديت، هذا راهم دياولي انا مشمره بهم ولا لابساهم باش يبان القفطان زوين، ولكن راه حتى بوحديت ها نتوما شوفوا معايا باش نوضح وتكون الصوره اكثر. شوفوا معايا القفطان شحال غزال شحال كيجي اني قزبين بيان سور، لا بغينا ندير لهم جيد راه نقدروا، ولكن حتى هكا هي كيجي غزال. شوفوا معايا في اللبسه ديالو فريمون مخوا في اللبسه ديالو قمه الاناقه. فنمشيو لوين اخر، الله يخليكم انيقات وفرحانات ونشطات. وكما كنقول لكم هاد القفطنات كلهم 350 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. الى عجبتكم شي حاجه رقم نتاع الواتساب كاين. مرحبا بك سيدي على الخضر مخضر صراحه البنات ساعات كتشوف كوثر الوينات هكا يا سلام، فريمون الالوان كلهم كيحمقوا. شوفوا معايا نقرب شويه باش تشوفوا معايا حتى الخدمه، فريمون غزاله الثوب عرفتي ما نقول لكمش النخوه ديال الثوب. شوف كيهبلوا في اللبسه ديالهم فتيحه صغيره مخزنين في اللبسه ديالهم روعه. شوفوا معايا شحال كيجيو مخزنين فريمون كيحمقوا. نتمنى حتى نتوما ينالوا الرضا ديالكم الاعجاب ديالكم. شوفوا الوين هذا سلام معايا هذا اللون فريمون خطير رائع، اللون كيحمق كيحمق كيحمق. انا ديما البنات كينصحوني بالبلوسيال حتى اقتنعت به، ولكن في اللبسه كيجي راقي وكيجي زوين كيجي المناسبات الخاصه اللي كتكون فيها واحد الفرحه واحد الهدوء، وكيخصها الالوان اللي كتكون بسيطه وراقيه في نفس الوقت. كنتمنى هاد اللون يعجبكم فريمون، قفطان رائع ومتميز وكيجي بحال تعارف خطوبه حتى مور الاضحيه، وداكشي ملي كنجلسو كنتهدو كنعياو كنديرو داك كويز داتاين نفرحو براسنا ولبسو زوين. الصراحه انا راه شوف
كنعرف بان بزاف نتاع الناس كيقول لك اودي واش كتحرك في ديك التمره تنوضي تلبسي قفطان داك الشويه، لكن انا كنقول تمره فيها فيها، راه سوا نهار العيد ولا بلا عيد راه ديما كنديروا تمره، ما كاينش شي مراه مغربيه ما كتضرب الشماره وحادقه، ولكن كنعرفوا بان عندنا واحد الوقيت لراسنا ولعائلتنا حتى حنا نلبسوا ونكشطوا ونفرحوا براسنا. دونك كما كتشوفوا معايا هذا هو القفطان فريمون كيجي رائع وكيحمق في اللبسه ديالو، نتمنى ان هذا اللون حتى هو يعجبكم. نمشيو لبين هذا قميص قبيله اللي ورينا ان بيج وهذا بلون كاسيك خام ولكن مسكي مسكي زوين. كاين الفرق، انا نوريكم هي الفرق بين الالوان باش تشوفوا معايا الفرق نتاع الاولاني وهذا. فريمون اللوينات كلهم كيحمقوا كيحمقهم كيحمقنا حتى حنايا براسنا، فريمون زوين. انا اختاريت انني نلبسو بلا تشامر باش تشوفوا معايا كيفاش كيجي في اللبسه، راه ما كيبينش وتوبو كيحمق غزال مبرد وخفيف، وفي نفس الوقت كيعطي واحد النخوه واحد الهمه في اللبسه ديالو. اللوينات اللي داخلين فيهم كيحمقوا، شوفوا معايا الالوان فريمون اللوينات غزالين بزاف. نتمنى حتى هاد اللون يعجبكم، بقى لنا جوج لوينات حتى هما زوينين نخليوكم العشاق. اللون الكحل اللي كيجي كيحمق كيجي متميز، راكم عارفين ضروري كيخصنا ضروري يكون عندنا الكحل، واخا انا ديما كنقول خاصنا يكون عندنا الالوان اللي كيبقاو المناسبات اللي كيكونوا زوينين. هذا هو الخايب في هاد الشمر هو انك كتبقاي جالسه وكيبقاو خاصك ديريهم وتبقاي جالسه. لا هما كتقدري تبيكيهم هكايا شي بيسه زعما ملي غتكوني لابسه البيستك تبيكيهم معليش ماشي مشكل، ولكن باش نبيكيهم انا في كل قفطان ولا شي حاجه لا ما يمكن شيء. هادشي علاش هذا هو ملي كيكون التوب خفيف كيبقاو يلعبوا. كنحاول انني هادشي علاش كنحاول انني نبين قفطان بواحد الشكل اللي زوين وفكره جديده. لبسوا هاد القفطان واخا هو كما كنقولوا هي نهار العيد ولا المناسبه خفيفه، ولكن هانتوما شوفوا معايا درت له هاد الشمرات بان واحد الشكل بحال حطاري بحال هكايا، زعما تكون شي حطيره خفيفه ولا شي حاجه تقدروا تلبسوها ختانه ضحيه تقدروا تلبسوا بحال هذا الشكل، غنكونوا متميزين وانيقين، وفي نفس الوقت كتكوني براتيك حتى في الحركه ديالك، حتى الناس اللي عندهم المناسبه في دارهم يقدروا يلبسوا بحال هكا صراحه زوينين. ومن غير حتى السيده اللي كتبغي تهلا في راسها كتبغي ديما تكون انيقه في وسط دارها، صراحه انا كيحمقوني هكا قفطنات يا ربي يا ربي حتى انا واحد النهار نكون كنجلس ونحط سوانيتي ذاتي ولابسه قميص ضحكات كاوطا وكاسه حيت ابدا مشكله مشكله مشكله، ولكن ان شاء الله ان شاء الله زعما كنا غادي نوصل لهاد القضيه اني غنترصى وغنبقى نشارك معكم راني مرسيه ولابسه قفاط مستقبله صحباتي كاوطا ما تقفش بيا كتقول ان شاء الله غنديرها. انت راهي المشكله نتاع الدنيا ولات نجري نجري عليك، ولكن راه كيحمقوني كيحمقوني العيالات كيلبسوا قفاطن ويجلسوا يفرحوا براسهم ويدخل راجلهم ويلقاهم لابسين متولين وفرحانين. فالله يخليكم فرحانه، تشوف شحال من مره دعيت هاد الدعوه من قلبي والله العظيم من قلبي لكم. دونك هذا هو الكحل اللوينات اللي داخلين فيه فريمون كيحمقوا كما كتشوفوا مخوا في اللبسه ديالهم لاكو فيهم خزانيه. مازال عندي واحد اللوين ياك مازال مخضر واحد المخضر زوين ولا بيستاج خليكم معلم كيحمق كيحمق. هذا اخر لون في هذا الموديل مي فريمون غزال راقي ومفرح ومبهج وزوين بزاف. وما تنساوش الا عجبتكم شي حاجه من نمره الواتساب مرحبا بالجميع، مرحبا بكم والف مرحبا. كما كتشوفوا معايا كيحمق، غنمشي موديل اخر خليوكم معايا ما تمشيو معايا كيهبل كيحمق كيحمق بنسياس. شوفوا معايا الموديل فيه الكول اوفيسي، نقرب شويه باش يبان اكثر. شوفوا الكويل جايب جوج سفايف هابطين كيحمق عقيدات بلديين كتيفات مخزنيين طايحين كما كتشوفوا معايا الديتاي نتاع جوج سفايف هابطين من هنايا بهاد الباتش وورك اللي جاي في هاد اللون كيحمق خارج مع الموف غزال وغابيل السفيفه فريمون. لاكوب جايه ايفازي فيه كتيفات طايحين ولاكوب ايفازي فريمون غزال رائع بامتياز. شوفوا معايا حتى لاكوب شحال كتجي فيه غزال فريمون زوين راقي ومتميز فيه لوينات بزاف زوينين كاملين. غنمشيو حتى هو 350 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار، نمشي نوريكم لوينات خليكم معايا. الشيا بالبلو جا رائع جا كيحمق فريمون، هاد الكون جا راقي في اللبسه ديالو متميز كما كتشوفوا معايا. شوف هاد البلو جا كيهبل بلو جين مع هاد الفيشيا كما قلت لكم كيجي بجوج عقيد بجوج سويفات وعقيدات ماشي جوج عقيدات عقيدات. الكون اللي كيجي بحال هكا كيجي راقي في اللبسه كيجي كيحمق كيجي غزال. شوفوا معايا الكتيفات طايحين
فريمون شي حاجه اللي راقيه وزوينه. نتمنى هذا الموديل يكون عجبكم، هاد البنات نال الاعجاب ديالكم. في الوينات الصراحه كلهم زوينين، ماشي البنات روعه واش نخش هاد اللون فريمون غادي تلبسيه، يمكن ما تلقاش في البلاكار عندك بزاف، فريمون واحد اللون كيحمق كيحمق جاي في داك السلاله نتاع الموف ومع هاد القوقي هاد المدادي المغلوق هنايا باتشورك جاي رائع جاي كيهبل. شوفوا انا معايا هاد الديتاي، شوف هاد الحلاوه نتاع هاد الموف طالع هنايا بهاد السيفا دوغي، فريمون حلاوه. يا سلام بصحتكم بصحتكم بصحتكم، تستاهلوا تستاهلوا المليح. الناس اللي بغات جلال راه عندنا موجود تبارك الله الخير، هي خاصني نصور ان شاء الله غادي يكونوا فيديوهات كثارين، غنبقى نصور لكم مره قفطنات مره جلبات. عندنا جلبات الناس اللي كيسولوا على البارابلوي، عندنا جلبات لي روميين جلبات لي صيفيين، شويه فاشن شويه مختلفين على الاشكال اللي عاديه. دونك كاين جلبات غزالين كاين قفطنات كيحمقوا، حنا كنشاركوا معكم شويه بشويه، نتمنى يعجبكم. نمشيو لوين اخر حيت فريمون هذا اللون بعدا يا سلام كلشي غزال حرنا كم راحكم كما كتشوفوا معايا. هاد البلود جين مع هاد الفيشيا حتى هو رائع، وحتى هو جاي بنفس الديتاي نتاع القفطنات اللي وريتكم قبل. هاد الكول اللي جاي اوفيسيا وهابط بجوج سفايف مع قيدات، فريمون كيجي رائع. شوف معايا حتى في الهبطه نتاع الثوب غزال، واني قموريح مبرد مفشش راسو هاد القفطان بمعنى اصح. دونك نمشي لوينات اخرين ما تمشيو كدا، غنحير المتتبعات ديالي والكليانات ديالي في هاد الالوان الزوينين في هاد القفطنات. انا متاكده كل وحده غتهز 5 6 10 على حسب الميزانيه. الله يعطيكم الرزق منين تفرحوا براسكم وتكونوا ديما فركسات ونشطات وفرحانات. كنضحك معكم ولكن حتى كنقول دائما اللي ما شرى يتنزه. شوفوا اللوينات نشوفوا الافكار، ومرحبا بكم مرحبا بالمحبه ديالكم. دونك كما كتشوفوا معايا المخضر مع هاد لاكولور طوب جات غزاله غزاله. نقرب لكم الديتاي، كما كتشوف معايا الكويل جاي هابط هكايا بجوج سفايف وعقيدات. هاد الديتاي نتاع هاد الكميمات اللي جاي حتى هما بجوج سفيفات كتيفة طايحين، كيجي مخزاني وراقي في نفس الوقت. هذا اخر لون في هاد الموديل، ماشي موديل اخر حيت واحد الموديل يا كيهبل والوانو كلشي الوينات الموديل توب كله غزال. شوفوا معايا الكلوش بلا حتى فتحه غزال غزال والله الا لا كيحمق. شوفوا معايا الكميمات، انا كنوري لكم هكا وعاد نمشيو للديتاي. غنقرب لكم باش تشوفوا معايا. شوفوا معايا الكويل اللي جاي هابط هكايا بالخدمه وجاي بعقيدات اللي رقاقين، وكما كتشوفوا معايا الطريزه اللي فريمون جاي جوج ثلاثات من هنا، فريمون جايه متيوله ومتقونه ومدقوقه، جايه من هنا ومن هنا جايه في الارض ديالها وبالسقلي الغابال نتاع الخدمه. وجاي هنايا هكا شوفوا معايا حتى تمشي شحال كيجي غزال، والكلوش الكلوش اللي فيه غزال غزال كبير لاطاي زوينه. كاين حيت لاطاي واخا يكون الجناب ولا الكريشه كتنحت لانهم جايين وسيسعين، ما جايينش شي مجموعين جايين وسيسعين، وفي نفس الوقت جايين ناحتين ناحتين لاطاي في الفصاله. دونك نتمنى هذا الموديل يعجبكم. راه بطبيعه الحال نقدروا نديروا حتى مجيد لجي زوين، نقدروا نديروا له تشمار. انا اختاريت اني نصور لكم هكا باش تشوفوا معايا، من حتى بالتشمار غادي يجي غزال، بمجيد حتى هو غادي يجي زوين على حسب. وتا هكا جاي فن جاي متميز. شوفوا معايا شحال غزال وفيه لوينات كما قالت كوثر كيحمقوا. مشيو لوينات وكما كنذكر لكم الثمن 350 درهم بالتوصيل حتى 400 عليكم بالله. واش هذا ما نوقفش نحضر به في مناسبات عائليه فريمون والله العظيم الا كيحمق. شوف درت له نهايه الشمار، انا قلت لكم حتى بلاش راه كيجي غزال. شوف شحال جا راقي وجي زوين ومنخوي ومؤدب ما محدد حتى شي حاجه، جي غزال. شوفوا معايا حتى من الظهر هذيك الرشيمه جايه واقيلا مع الشمار اللي جاني ياك. جاي زوينه شفتي خطير. قولي لي واش ما توقفيش به بحطيره خفيفه بعيد تفرحي براسك هذا كما قلت. يمكن راه هذا الشيء واقيلا كوثر ما كيخلينيش انا نلبس، حيت كنبقى نلبس القفاط ما كيخلينيش انا نلبس. صافي كتحيدي الشهوه ديالك فيها. لا والله ما كنحيدش الشهوه واخا هكا، والله عاشقه انني نستقبلكم وبقفيط وجالسه وكنكب اتاي وكنون ندوز عليكم دوز عليكم. عرفتي علاش؟ حيتاش ملي كتلبسي دابا وكتديري الفيديو كتحسي بداك الجو ديال داك القفطان، يعني كتعطي حقه كتشهى بصحتكم وراحتكم. لوين حتى هو كيحمق غزال 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 بزاف. شوفوا معايا الديتاي نتاع الطريزه، شوفوا الالوان اللي داخله فيها اللون الارض ديال الثوب، ومن هنايا جوج ثلاثات غزالين بخديمه من هنايا بعقيده رقاقين بطويق اللي جاي في، وجاي هاد الكميمات لي ايفازي
وحتى الايفازي حتى لاكوب ديالو كما كتشوفوا، شوفوا معايا الايفازي اللي فيها شحال زوينه. نتمنى حتى هاد اللي يعجبكم شي زوينه صافي ملي ما واتا العكري فريمون الحمر كيحمق فيه. شوفوا معايا، شوفوا المخوان تاع اللبسه غزال غزال انيق جدا جدا، راه حتى التشماره غادي يجي رائع. انا كنوريكم بانهم راه حتى بلاش غزالين غزالين غزالين، حتى الا درنا لهم حتى هنايا مجيد دوغي ولا شي غايجيهم كيحمق. بغيت نحط الموديل غزال، الثوب غزال، لاكوب كتهبل، وانتم احسن من هاد القفاط نكاع ب 100 درجه. شوفوا معايا نقرب لكم الصوره اكثر واكثر، كما كتشوفوا معايا الخدمه اللي جايه فيه شحال غزاله. ولاكوب شوفوا معايا البريزه اللي جايه اللور، لاكوب غزاله غزاله غزاله. هاد الايفازي فريمون راقي وزوين، ماشي لوينات اخرين حيت لويناته واحد كيحنت الاخر. بقى معايا البلوسيال حتى هو شحال رائع في هذا الموديل. كما قالت كاوتر في الاول راه ماشي الالوان اللي بهروها وعجبوها، انا عجبتني الصراحه لاكوب وعجبني الثوب في هذا الشيء. فريمون الثوب روعه روعه من الاول نتاع الفيديو، وانا كنقول لكم الثوب غزال، الثوب نخوه مبرد غزال. وشوفوا معايا بلا فتحه لا حتى شي حاجه، شوفوا شحال كيجيو غزالين فريمون، شي حاجه اللي زوينه بزاف. نتمنى حتى نتوما تشاطروا من الراي ويعجبوكم. نقربوا الديطاي شويه، كنحاول انني نزرب باش ما يجيكمش الفيديو طويل وتملوا مني ومن قفات ناتي. دونك غنمشي لوينات اخرين في نفس الموضوع. هذا الموف لبست واحد الموف مغلق وهذا فاتح عليه شي شويه، حيت الموف عنده محبين بزاف وكنبغيوه دائما في جميع المناسبات. كاين اللي كتشهد دير حنينه، كاين اللي كتبغي في العيد تلبس الموف، داكشي علاش خدينا في ديكرادي الموف. هذا بارد عليه شي شويه. دونك كما كتشوفوا معايا لبست معاه التشمار باش يبان لكم الفرق في اللبسه مع الاولاني. كما كتشوفوا الايفازي النخوه ديال النخوه صراحه. كلهم غزالين ضروري ضروري هكا وصار ناخذو حتى حنايا ضروري من هذا الشيء ضروري. دونك كما كتشوفوا معايا 350 درهم الثمن ديالهم بالتوصيل من بدايه الفيديو حتى الاخر نتاع الفيديو، كلهم 350 درهم بالتوصيل. بالنسبه لي طاي لي طاي ستاندر نورمالمون غادي يلبسوا من الميديوم، عندنا الميديوم الال اكس لارج والدوبل اكس لارج. دونك مرحبا بكم الف مرحبا. مازال عندنا واقيلا شي جوج بينات يمكن في هذا الموديل، سمحوا لي طولت عليكم الفيديو ولكن بغيت نصور لكم. راه مازال عندي قفطات زوينين ولكن اللي ضايق الوقت ما كنبغيش كما قلت لكم نجي ثقيله عليكم وتملوا مني. نمشيو لجوج قفطات اللي بقات حتى هو غزال 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 بزاف بزاف بزاف، وكيبقى راقي وكيبقى من الالوان المخزنيه اللي كنبغيو يكون عندنا في البلاكار وكنحتاجوهم في جميع المناسبات التقليديه ولا المغربيه ديالنا. نتمنى حتى هذا الخضر يعجبكم. وكما قلت لكم قبيله ما بغيتش نطول عليكم بزاف، نمشي لاخر لون. الا عجبتكم شي حاجه نمره الواتساب سكريني من الموديل واللون اللي عجبكم مرحبا. اخر هذا الفيديو غادي نختم بهذا الفيشيا اللي رائع متميز غزال كثر كيعجبها الفيشيا والاحمر كيعجبها بزاف. كما كتشوفوا معايا الرشيمه اللي في الظهر حاولي تزومي عليها تقولنا هنا اللي كيحمق الخدمه ديالهم رائعه. شوف انا بقيت زعما تقول. نتمنى في اخر هذا الفيديو تكونوا استمتعتوا معايا بهذا القفطنات، ونتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. عواشركم بركه مسعوده بالصحه والسلامه طبيعه الحال. النمره كاينه نتاع الواتساب مرحبا بكم. بارطاجيو الفيديو، ما تنساوش قبل ما تخرجوا من الفيديو لي لايك، وباش نعرفكم تفرجوا في لا فيديو حتى لهنايا خليوا لي ثلاثه القليبات عاد الميساج ديالكم. كنبغيكم بزاف، الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا.